السؤال التالي حول جانب عقدي، شبهة عرضت لأحد الناس يقول القرآن كلام الله، معنى هذا أن الله تكلم بالقرآن باللغة العربية، سمعه منه جبريل عليه السلام باللغة العربية، نقله إلى سيد المرسلين باللغة العربية كذلك، أليس هذا قد يوهم بعض التشبيه نحن نقرأ ونتكلم القرآن بالعربي أيضا؟ غفر الله لك يا صاحب هذا السؤال، ليس فيما ذكرت من قراءتك للقرآن بالعربية أدنى تشبيه، لأن قراءة البشر للقرآن ليست كقراءة خالق البشر له، إن قراءة البشر على نحو يليق ببشريتهم وعجزهم وضعفهم، وإن قراءة الخالق جل جلاله على نحو يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، وهذا المعنى مضطرد في جميع صفات الله عز وجل وليس في صفة الكلام وحدها، فإن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في المسميات، إن الله جل وعلا قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالإنسان جعله الله سميعا بصيرا، وقال عن نفسه جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وشتان بين سمع المخلوق وبصره وبين سمع الخالق وبصره، يعني إن الله جل جلاله لا يشغله صوت عن صوت، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللهجات ولا اللغات، وهو بصير جل جلاله يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. الخلاصة سمع المخلوق وبصره يختلف قطعا ويقينا عن سمع الله تعالى وبصره، سمع المخلوق وبصره محدود يليق بعجزه وبفنائه وبضعفه وببشريته، وقد سبق بعدم وسيلحق بعدم، لكن صفات الله جل جلاله أزلية أبدية لا حد لها في المطلق، سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ابن حجر لقد ثبت النقل عن السلف أن جبريل سمع القرآن من الله جل جلاله، ابن حجر يقول والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الفتاوى ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وأن جبريل سمعه من الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا بالنسبة للسؤال الأول، للشبهة الأولى التي عرضت لحبيبنا وكان فيما مضى جوابنا عنها، لكن هو يسأل سؤالا يعني